نروح أيضا لحساب عبد الله الهاوي للتصوير، واللي استعرض فيها طريقة تصوير تايم لابس بالهاتف الجوال بشكل سهل وبسيط. مو بس كذا، كمان يقدر أي أحد أنه ينفذه ويطلع لقطات احترافية. استعرض لكم طريقة تصوير التايم لابس، كيف نخلي مثلا الغيوم تتحرك والجوال يتحرك في نفس الوقت. في البداية بنحتاج جيمبل اللي هو مانع اهتزاز، أنا استعملت أوزمو موبايل، وبنثبت الجوال في ستاند يجي مع الأوزمو موبايل. بعدها بنحمل تطبيق الدي جي اي ميمو، نضغط على خانة تصوير التايم لابس، نحدد الأماكن اللي نبيها تبين في الفيديو. مثلا نحدد نقطة أولى على المباني باليسار، نقطة ثانية على البرج، نقطة ثالثة على المباني باليمين. وبعدها نحدد السرعة والديريشن، أنا بختار 30 دقيقة ومدة الفيديو النهائية بتصير 20 ثانية. تركنا الجوال يصور ورجعنا له بعد ما كمل 30 دقيقة، وهذه هي النتيجة النهائية. لاحظوا حركة الغيوم، حركة انعكاس الماي ودوران الجوال. واو، صراحة شغل جميل جدا يا عبد الله، واستمتعنا فيه، ونتمنى بأن هواة التصوير أيضا يستفيدون من هذه الطريقة، وأنا أولهم صراحة راح أجربها، عجبتني. إلى أيضا